نكمل، هشيل كل الكلام دوت علشان نتكلم هنا بس على الستاندرد شيدر لوحدها. انا هضيق دي شويه علشان يبقى الاي بي ار قدامنا كامل. انا الهدف ان انا اسيبه 100% بس عشان نبقى شايفين. ونيجي هنا اول حاجه، انا عندي هنا الديفيوز. الديفيوز اما ان هو زي ما قلنا بكالر، لو انا جيت عملت ديسكونكت لده كده هيديني هنا كالر. الكالر ده انا ممكن احدده تمام زي ما انا عايز، وبالتالي هي هتسمع معايا هنا. طبعا انت بتظبط اللايت بتاعك والكلام ده كله بناء على التكتشر. تمام، انت هنا عندك لايت زي ده، فانا دايما بحاول اخلي الماتيريال بتاعي اغمق من المطلوب، لاني عارف ان الريفليكشن واللايت هيفتح الكالر بتاعها. طبعا زي ما قلت ممكن اتحكم في الكالر بحاجه تانية، احط صوره، احط اللي انا عايزه. فلو رحت زي ما قلت جبت ايمج نود وقمت جاي موديها كده وقلت له دي تروح في الديفيوز كالر، هيوديها لي في الديفيوز كالر زي ما احنا شايفين. لو رجعت للويت، الويت اللي هو انت عايز الكالر ده موجود، تقدر تقول السترينجز بتاع الكالر نفسه او التكتشر نفسها. لو انت عملتها زيرو فانت كده بتلغي وجود اللون اصلا. يعني لو رجعت لزيرو كده هنا مفيش كالر، اللي شايف انت شايفه ده ريفليكشن فقط. اما لو انت زودت كده فانت هنا بتخلي الديفيوز ده هو اللي غالب او هو الكالر الاساسي بتاع التكتشر بتاعك. طب هو انا ممكن اشتغل على ويت بصفر او ان مفيش لون؟ في الميتال، في المعادن والازاز هنشتغل على الكلام ده بزيرو. طيب ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده عندي الروفنس. الروفنس دي لو انا عليتها بيخلي الديفيوز ده مور رف، يعني تحس ان هو مش نقي. وده ينفعك لو انت بتعمل حاجه زي الرمل او التراب او الكلام ده كله. لو رفعت الرف ده لواحد زي ما انت شايف بقى فيه حته فاتحه، حته غامقه، حته اغمق سنه، يعني اللون ما عادش نقي زي ما احنا شايفين. يمكن هتبان اكتر لو انا خليت الروفنس في الريفليكشن دي عاليه شويه زي ما انت شايف. انا لغيت لك الريفليكشن ده خالص بحيث تشوف الروفنس دي بواحد ودي بزيرو. مش عايز اقول ان هي بتدي رياليزم شويه، لان كده كده مفيش كالر بيفضل بنفس الثبات على الاوبجكت كله، لازم بيحصل له سكاترنج. يعني ايه سكاترنج؟ يعني بيبقى في حته نضيف زي ما احنا شايفين، في حته تانيه بيبقى مش باين قوي، في حته تالته بيبقى دي. فبصراحه الروفنس هي اللي بتعمل حاجه زي دي. وانا بصراحه يعني نصيحه استخدمها لو انت بتعمل اي سيرفس مش ريفليكتيف قوي زي الكروم، زي النحاس، الكلام ده كله حاول انك تستخدمها. لو انت بتعمل حاجه زي الخشب، زي الحديد المصدي، زي البلاستيك، زي الحيطان، الارضيات، الكلام ده كله حاول تستخدمها فيها بالنسب اللي انت تشوف ان هي بتديك الرياليزم المناسبه. ده بالنسبه للروفنس. باك لايت بتعمل زي فيك سب سيرفس سكاتر، ودي هتكلم عليها بعدين. ده بالنسبه للديفيوز. عندي السبيكولر، ده اللي هو الريفليكشن. والريفليكشن لو انا زودت الويت هتبقى الخامه دي ريفليكتيف قوي، هتبقى عكسه قوي. لو قللته هتبقى الخامه دي ما فيهاش ريفليكشن. الروفنس اما ان الخامه تبقى ريفليكتيفيتي زي المرايه، لو احنا جينا علينا ده كده زي ما احنا شايفين خامه بالمنظر ده، او ان انا لو عليتها كل ما بعليها كل ما الخامه تبقى مور رف، ما تبقاش بتبقى فيها ريفليكشن، بس بيبقى بلر. طبعا نفس القصه في الروفنس، انا ممكن اتحكم فيها بماب وهوريكو حالا. لكن لو انا عايز اعمل حاجة زي الميتال تمام، ففي الحالة دي الميتال ملوش ديفيوز، اللهم الا لو الميتال ده بيبقى رف ميتال او ميتال مش نظيف زي ما بنقول. ففي الحالة دي انا كده كده انا مش هيبقى عندي كالر اصلا، فهلغي ده، هيبقى الكالر ده بلاك تمام. بما انه بلاك خلاص دي ما عادش ليها اي لازمة. لكن هنا في السبيكولر بعلي الويت، دي حاجه. الحاجه الثانيه بقلل شويه الروفنس. الحاجه الثالثه من هنا المعدن بياخد الكالر بتاعه تمام ماشي. فنخلي بالنا من قيمه زي دي، لان طبعا لغايه حالا
احنا لسه واخدين اسود، تمام، لسه واخدين لون اسود. فانا عايز اروح هنا، وفي حاجه عندي مهمه قوي اسمها فرنال. فرنال ده لو انا عملت كده، انا سبت الكالر والريفليكشن لدول للسبيكلر، تمام. هي النتيجه دي مش فيزيكالي اكوريت قوي، لكن هقول لكم بنتحكم فيها منين دلوقتي. في الغالب انت مش هتيجي جنب ده، في الغالب انت مش هتيجي جنب ده خالص، انك انت هتتحكم في الريفلكتيفيتي. انت هترفع دي، هتخليها زي ما هي كده. طبعا لو قللتها زي ما تحب، يعني انت بتاخد اللوك اللي انت عايزه. بس خلي بالك دي لما هتزيد هيزيد معاها ده، فانا عايز اقلل دي شويه، ما تبقاش عاليه قوي. في نفس الوقت عايز اجي في الريفراكشن، وفي هنا حاجه اسمها اي او ار اللي هي اندكس اوف ريفليكشن او اندكس اوف ريفليكشن. لازم اعلم على فرنال يوز اي او ار. لو شلت دي كده انا هلغي تاثير ده، بس انا بحب ده لان ده بيدي فيزيكال لوك في رياليزم عاليه قوي. لو انا قلت ده مثلا 20، تمام، اقصر ما اقصرش. ليه؟ لان ده وده مش هيشتغل الا لو انت معلم على ده، تمام. فبس طب ده امتى اعلم عليه وامتى الغيه؟ علم على ده لو انت مش هتخلي تيكتشر تتحكم في الروفنس. خلي بالك، لو انت مش هتخلي تيكتشر تتحكم في الروفنس، تمام، ولا في الويت. لو هتشتغل دول بتيكتشر ده ملوش اي لازمه، ملوش. لان ده فايدته ايه؟ ده فايدته انه بيخلي الريفليكشن قوي قوي في النص ويتلاشى قرب الحواف، او العكس، انه يبقى قوي قوي في قرب الحواف ويبقى قليل او اقل شويه في النص. متفقين؟ يبقى اذا لو احنا هنشتغل بتيكتشر تتحكم في الويت بتاع الريفليكشن او الروفنس، تحديدا الويت بتاع الريفليكشن، بصراحه يعني مش دي، تحديدا الويت بتاع الريفليكشن ملوش لازمه الفرنال. لكن لو انا هشتغل بمنظر زي ده، هعمل حاجه زي الذهب او هعمل حاجه زي الفضه، حاجه صريحه بالشكل ده كده، يبقى هشتغل بالفرنال ده. فانا هرفع او هعمل فرنال او يوز فرنال. اذا في الحاله دي الاي او ار ده بيشتغل. لو انا خليت ده 1.3 مثلا زي ما انت شايفين، تمام، فده مثلا هخليه بتاع 25، لان فعلا المعادن بتاخد الكالر العالي قوي ده. هنا الويت، انا هنا اهم حاجه بظبط الريفلكتيفيتي من هنا، اما هنا ف مش عايز اقول ان ده بيزود اللون اكتر منه، اكتر من انه بيزود الريفلكتيفيتي، تمام. ممكن انت تعمل حاجه تانية عشان تريح دماغك برضو. ممكن تخلي ده على طول واحد، تخلي ده واحد وتشتغل من هنا، تخلي ده مثلا 20. بس زي ما انت شايف ده بيشتغل على مين؟ ده بيشتغل على الريفلكتيفيتي مش على الكالر. الاي او ار بيشتغل على الريفلكتيفيتي. لو انا قلت ده مثلا 10، شوف ايه اللي بيقل. الكالر ملوش دعوه، ما تاثرش في يعني تقدر تقول ان لو انت اشتغلت بالمنظر ده، انت بتحول الويت ده كانه ديفيوز، تمام، كانه ديفيوز. انسى ان ده هيشتغل على الريفلكشن، تمام. فانا ممكن اخلي ده او ارجع ده مثلا ل 25، وده ممكن اخده كده، اخد بقى المعدن او اللوك اللي انا عايزه، يعني حاجه زي كده زي ما انا عايز، انا حابب اوصل. لو انا عايز كوبر او عايز نحاس، افتكر النحاس واخد بياخد كلر حاجه زي كده، مش عارف، حاجه زي كده تقريبا، تمام، حاجه بالشكل ده، تمام. والويت افتكر ازيد سنه، محمر سنه، الانعكاس بتاعه افتكر بيبقى اقل من كده، تمام، حاجه بالشكل ده. طب انا عايز اخد فضه او كروم، فضة او كروم، خلي ده ابيض، تمام، وخليه بس في الحالة دي انت خدت فضة او خدت كروم. عايز تخلي الكروم زي الميتاليك، انزل
كده شويه تمام، وده اشتغل فيه براحتك. ممكن احط تعلى من هنا بقى 2 وانت طالع تمام. افتكر عند 10 في الكروم هيبقى كويس قوي. بس في نقطه مهمه قوي مع الخامات الهاي ريفلكتيف زي دي، مع الخامات اللي زي دي يفضل انك انت تروح في ريندر سيتنج، ده في ريدبس. ريدبس ده 2 مناسب، 3 هيبقى مناسب اكتر، لان الخامات دي بما انها ريفلكتيف قوي كده فانت بتحتاج ان لو اوبجكتيف تفاصيل زي دي انه يبقى المجسمات شايفه بعضها كويس، ان ده شايف ده في الريفليكشن وشايف ده في الريفليكشن وده شايف ده وده شايف ده وهكذا تمام. فدي بس الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها عشان لو هنشتغل على خامات هاي ريفلكتيف زي دي. لو انا عايز ازود الروفنس انا هروح هنا للروفنس، ارفع انا دي بقى مش عايزها في حاجه وارجع دي 2 او خليها 3 واروح في الروفنس وارفع الروفنس دي بالشكل. كل ما برفع الروفنس كل ما السبيكولر بيزيد، كل ما بقلل الروفنس كل ما السبيكولر بيقل تمام. ونخلي بالنا الروفنس هنا سنسيتيف سنسيتيف قوي تمام. هنلاقي حاجه فين المنظر ده زي ما قلنا الويت هيغلب الكالر ده تمام، والاي او ار زي ما احنا شايفين انا ممكن انزل بالاي او ار واعلى بالويت زي ما انت شايف هنا. انا الريفلكتيفيتي ما جرالهاش حاجه لكن الكالر هو اللي جرى تمام. بس انا ممكن اخلي ده بتاع 20 زي ما انت شايفين بقت ريفلكتيف جدا، فده لازم هيقل شويه. هو ده الكلام في الحته بتاعت الهاي ريفلكتيفيتي ميتالز. لكن انا عايز اتحكم في ده عن طريق تكتشر، عايز تكتشر تتحكم لي في الويت المقدار بتاع الريفلكشن، وكمان تكتشر تتحكم في الروفنس. هعمل طالما هعمل دي شيل ده تمام، طالما هعمل دي شيل ده. لو رحنا كده لدي خليتها 1 20 مفيش فرق، لا 1 ولا 20. اذا ده ملوش اي لازمة دلوقتي. مين بقى اللي بيشتغل ده؟ ده بقى كده بقى بيتحكم في الاتنين، في الريفلكتيفيتي وفي الكالر. وخلي بالك ان في الحالة دي ده بيبقى سنسيتيف قوي، لو راح لواحد باظ تمام. فخلي بالك بس وانت شغال في حاجة زي كده من اختلاف القيم، من اختلاف القيم. طيب الايمج دي انا مش محتاجها دلوقتي، انا هنا هروح اعمل كنترول تاب وهاخد ايمج نود تانية. الايمج نود التانية دي انا عايز منها ولتكن حاجة زي دي كده تمام، زي دي. وممكن احل اوبن نو من المرة الأولانية لو نفتكر إن كانت الخامة مدية نتيجة كويسة مع 3 في 3 كاسكيل. دي هتروح هنا، المرة دي هتروح فين؟ مين؟ سبيكولر. بس سبيكولر إيه؟ مش كالر بقى، سبيكولر ويت. سبيكولر ويت معناها عشان تشوفوها برضو، معناها إن الحتت اللي هتبقى سودة دي ما فيهاش ريفليكشن، الحتت البيضة دي هيبقى فيها ريفليكشن. بس كون انك انت تسيب التكتشر ابيض ابيض هتاخد فل ريفليكشن، هتاخد فل ريفليكشن. في الحاله دي ما عادش فيه ويت، خلي بالك ما عادش فيه ويت. طيب نعمل ايه؟ كالعاده رامب فلوت. خلاص هعمل كنترول اس بس الاول، وقبل اي حاجه زي ما قلنا الت دبليو، بس المره دي هقول له الت W V. طب لو قلت Alt W X مش هيجيب لي حاجة، هيديني ايرور. الحمد لله كنا عاملين سيف. هروح هنا وهحط الرامب فلوت، هاخدها هنا كده تمام. هديسكونكت دي مؤقتا وهاخد الرامب فلوت اوديها للبيو دي عشان ابقى شايفها هنا، وهنا هاخد الايمج بتاعتي واوديها هنا واقوم قايل له ان دي في الانبوت كده. انا بقيت طبعا الايمج بالمنظر ده هتبقى فظيعه في الريفليكشن، تقريبا هتبقى مرايه.
اول حاجه عايز اعملها، عايز انفرت التكتشر دي، عايز اجيب الابيض مكان الاسود والاسود مكان الابيض بالشكل ده كده. اصبح الحتت اللي فيها ريفليكشن بس هتبقى الحتت البيضه دي، حتى كمان ابيض من اللزوم يعني. فانا عايز اروح هنا واخد دي لتحت سنه، فالابيض يقل، ولو خدتها اكتر من كده كمان واجي هنا لو رفعت دي، او احسن من دي تعالوا ناخد النقطه دي نفسها ونجيبها كده لورا كده زي ما احنا شايفين بقى. بس السواد ده هيديني كلر وحش قوي، تمام؟ فانا مش عايز الاسود يبقى اسود، هو كده درجته كويسه، لكن الابيض ده انا عايزه يخف سنه، فهسحب النقطه دي لتحت كده. كده بقى هيبقى الريفليكشن مش قوي قوي، هيبقى عندي ابيض بس الريفليكشن مش هيبقى قوي. افتكر ان البتوع دول ما بيعملوش افكت، ما لهمش افكت مؤثر للدرجه يعني. لو خدت كده ما افتكرش. المهم هي كده كويسه جدا. لو انا خدت دي وديتها كده، وخدت دي بقى حطيتها هنا، رجعتها تاني للسبيكلر ويت، هلاقيها بالمنظر ده كده. زي ما قلنا شايفين احنا الكالر الاسود ده انا مش حابب انه يبقى موجود، فانا هاخد دي كده، لسه هو فيه شويه، فهقوم مطلعها كده سنه، واقوم واخد دي كده مثلا شويه، بحيث اديله سموز كيرف ماشي بالمنظر ده كده. كده بقى عندي تكستشر هي اللي متحكمه في مقدار الريفليكشن. لو انا عايز الريفليكشن اقل هقوم منزل دي لتحت، فهتبقى الخامه لس ريفليكتيف، مش هتبقى ريفليكتيف قوي. طب كده تمام، كده تمام. نرجع هنا كده، لو رحنا في السبيكلر هلاقي الدنيا بالشكل ده كده. كده ما بقتش الخامه فيها ريفليكشن، او ما بقاش فيها ريفليكشن عالي. واحد يقول لك هي لسه ريفليكتيف قوي، هي مش ريفليكتيف، هو احنا بنعمل كروم، لاحظ ان مفيش كلر، الكلر ده هنا. بص لو احنا عشان برضو تبقوا انتوا شايفينها ومعايا، لو احنا خدنا حاجه زي كده مثلا جولد كده، هنروح للجولدش كلر، هو كلر، هو اللي انت شايفه ده مفيش ديفيوز. كلمه ديفيوز يعني ايه؟ تمام، كلمه ديفيوز هي بتقلل كل حاجه ليها علاقه بالريفليكشن والسبيكولر والترانسبيرنسي، تمام. في هنا حاجه اسمها فرنيل افكت ديفيوز، لو انا شلت دي كده ولا لي اي تاثير، ليه؟ ما عنديش حاجه بتاثر على دول، لا بتاثر لا على الريفليكشن ولا بتاثر على الريفراكشن اللي هي الترانسبيرنسي، تمام. فطول ما انا ما عنديش ده هتفضل واخد اللوك كده، تمام. جميل، طب كده جميل. طب الروفنس ايه ظروفها؟ الروفنس هي نفس اللعبه دي. يعني لو انا خدت الاثنين دول كنترول والدراج، عملت لهم دبل كيت، وخدت نفس دي وقمت رايح هنا كده وقلت له مين سبيكلر المره دي روفنس، بقت عامله ازاي؟ طب ماشي نشوف. لو احنا خدنا دي هنا بقت بالمنظر ده الروفنس، كل ما يبقى ابيض كل ما تبقى الخامه رف، طب كل ما يبقى غامق كل ما تبقى الخامه ريفليكتيف. اذا انا لو رحت هنا ورحت منزل دي تحت، معنى كده ايه اللي هيحصل؟ معنى كده ان الروفنس هتقل، تمام. معنى كده الروفنس هتقل، ولو انا خدت ده لفوق معنى كده ايه اللي هيحصل؟ ابيض، يبقى الروفنس هنا هتزيد لكن هنا هتبقى قليله. طب هو انا لو خدت النقطه البيضه دي وقمت زايقها لجوه، معناها انا بعمل ايه؟ معناها انا بزود الروفنس قوي. طب لو انا خدت النقطه السوداء دي وقمت واخدها كده، معنى كده ان انا هسمح ان الحتت دي تبقى ريفليكتيف جدا والحتت دي تبقى روفنس جدا. طب لو انا خدت دي بقى رجعتها هنا زي ما احنا شايفين، طبعا الايفكت ده مبالغ فيه قوي، مش هنطلع حاجه زي كده، بس عشان تبقى عارف دي
بتبقى عامله كده ليه وعامله ازاي. تمام، فانا هسحب دي بقى ارجعها كده شويه، وهاخد دي اوديها كده سنه. وهقلل الابيض شويه لان الابيض كتير قوي. وممكن حتى اخد ال 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 اليو فيز واخليها 2x2 لان الرفنس كانت وحشه قوي، اللي هي متكرره كتير كده على الاوبشن. بالمنظر ده انا هنا ما عادش عندي اي تحكم في الرفنس في السبيكولر. يبقى انا كده اتحكمت في الرفنس عن طريق التكتشر.